السلام عليكم وليداتي النداء، التلاميذ كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، توفقكم في الدراسه ديالكم. اليوم عندي معكم فيديو ديال العلبه المظلمه. اذا التجارب الطبع ضروري، التسجيل خاصها تكون في الظلام. اذا ومن بعد عندي لكم واحد التمرين تطبيقي في هذه العلبه المظلمه. ما نطولش عليكم الفيديو، الفيديو غيكون قصير بزاف. اذا نحاول كل ما ندير لكم فيديو قصير باش تمكنوا انكم تشوفوه كامل، تكملوا من الاول حتى الاخر. إذا هنا ناخدو علبة، إذا تسمى العلبة المظلمة. شنو هي العلبة المظلمة؟ إنها كتكون عندنا هنا خمسة الوجوه معتمة، إذا خمسة الوجوه معتمة من كارطون، ووجه السادس تلنا فيه ورق مزيات أو كنديرو نسخ الخرائط، يعني وسط نصف شفاف. إذا هاد الوسط أن الشفاف، الوجه المقابل له هذا تلنا فيه واحد الثقب، هنايا الثقب. إذا هذا الثقب غادي ناخدو شمعة مشتعلة وغنوضعوها أمام ديك الثقب. إذا خصني التجربة ديك الساعة نديها لكم باش تشوفوا شنو كيتكون على على الوسط النصف الشفاف، يعني اللي غادي نعتبروه شاشة. صافي، هنا هنا درت خديت الشمعة. إذا نوريها لكم، هنا حطيتها حطيتها أمام الثقب ديال العلبة. أنا نوريكم الكاميرا، هاهو هنا هزيت هديك العلبة وحطيت داك الشمعة مقابلة الثقب ديال العلبة المظلمة. غادي نمشيو نشوفو هنا اش كيتكون على الشاشة، يعني الشاشة هي الوسط نصف شفاف. اش كنلاحظو؟ تكون ضوء الشمعة. إذا نقرب الكاميرا كتلاحظو أن ضوء الشمعة مقلوب، تي مقلوب. إذا العلبة المظلمة تعطي للشمعة صورة مقلوبة. إذا الآن غادي نشوفو يعني نكحز لكم شويش العلبة عن يعني الشمعة، نكحزها شويه هكا، هذاك الشيء غير هكا مربع. نجر هاد العلبة هادي، نجرها شويه، نجرها لعندي. كنبعد دابا، كنبعد الحجاب يعني اللي هو الثقب، كنبعدو على الشمعة. إذا كل ما بعدتو على الشمعة اش كتلاحظو؟ أن الصورة تصبح صغيرة جدا، كتصغر. إذا كل ما بعدت كتلاحظو أنها تصعد. دابا غادي نمشي نقرب له، نقرب الحجاب اللي هو الثقب، نقربو على الشمعة. كتلاحظو أن كل ما قربنا فهاداك الصورة تكبر. إذا نشوفو العوامل المؤثرة على المسافة ما بين الصورة وما بين الحجاب، كتشوفو أنها تكبر. إذا غناخدو علبة وحدة أخرى، علبة مظلمة. إذا تشوفو الشكل ديالها، إذا التلاميذ صوبوها على شكل يعني جابوا يعني طاسة، نقولو بالدارجة طاسة اسطوانية، ماشي الشكل يعني علبة يعني عندها ستة الوجوه، فهمتيني؟ إذا كذلك هنا دارو واحد الثقب، ديك القصديرة ديالها. إذا أي حاجة جابها التلميذ كنقبلوها من عندو، ضروري كيدير واحد المجهود باش كيصوب واحد الحاجة، ضروري تقبليها منو. هاد العلبة الأولى تلتها أنا، غادي صوبوها التلاميذ. إذا كتشوفو أن لا قارنا الطول هاد العلبة مع هاد العلبة، إذا كتلاحظو أن هادي التانية طويلة، يعني المسافة ما بين نشرح لكم هنا، المسافة ما بين الحجاب، يعني كاين الحجاب، المسافة ما بين الحجاب والشاشة، إذا زادت. إذا غادي نشوفو العوامل المؤثرة على وضوح الصورة، يعني المسافة ما بين الحجاب والشاشة. إذا غنشوفو الصورة، غنمشيو نشوفو الصورة. إذا نتوما كتشوفو أن الصورة، أنا نزيد شوية نهزها هكا عكس. إذا الصورة هنا غير واضحة. إذا أنا لهاد بلاتي بقاو معايا، إذا غادي نشوفو، إذا نحاول نعدل يدي. إذا الصورة كتبان غير واضحة، إذا كتبان الصورة كيما قبيلة. إذا نتوما كتشوفو الصورة غير واضحة، خليني نساب يدي هكا شوية. إذا يعني الصورة ماشي واضحة، علاش؟ لأن أنا دابا تعدلت مزيان وكتبان كبيرة بزاف. علاش؟ لأن المسافة ما بين الشاشة وما بين الحجاب يعني كبيرة، كل ما زادت ديك المسافة كل ما الصورة كتكون الصورة غير واضحة. إذا هادو من بين العوامل المؤثرة على وضوح الصورة. نتمنى تكون بانت لكم مزيان هذه التجربة ديال العلبة المظلمة.
الان هذه التجربه الثالثه غناخذوا علبه مظلمه على ما ندير لكم حتى هي صوبات لامده يعني اسطوانه ولكن صغيره المسافه ما بين الحجاب وما بين الشاشه يعني صغيره اذا انتم كتشوفوا صغيره اذا نصغروا المسافه اذا اش كتلاحظوا الصوره ديال ضوء الشمعه لهب الشمعه الصوره اذا واضحه اذا كل ما كانت المسافه يعني ما بين الشاشه والحجاب اصغر كل ما تكون الصوره اكثر وضوحا يعني كتبان اكثر وضوحا. نفس التجربه الا شدينا وبعدنا الحجاب عن الشمعه اذا نلاحظ انها تصغر تتناقص تصغر يعني تصبح صغيره جدا. شتي كي كتولي صغيره والعكس صحيح. غادي ندفعو دابا دابا حنا كنتي المسافه ما بين الشمعه ومن الحجاب كل ما دفعناها كل ما الصوره تزداد يعني الصوره تكبر انتم كل ما دفعنا الصوره تصبح كبيره. اذا هذه هما العوامل المؤثره على وضوح الشمع ثلاثة عوامل. إذن أنا أخدم معكم تمرين في العلبة المظلمة. طبقوا هذا التمرين ديال العلبة المظلمة. إذن في التمرين كنمثلو العلبة المظلمة بحال هاد الشكل هكا. هنا كنجيبو هنا كنديرو هاديك الحجاب حات العلبة داك الثقب لي درنا لي حطينا حداه الشمعة مشتعلة. إذا هذه هي الوسط النصف الشفاف فيه كتكون الصورة. إذا اعتبرنا المسافة ما بين ولا الحجاب ما بين أو وداك الشيء الموضع مثلا الشمعة مشتعلة نديرو نعدلوه بسهم سهم مثلا نسميه أبي. إذا أنا عندي شويه طلب باش نخدم معاكم لاباط مثلا هاد أبي فيه واحد سنتيمتر مثلا نقولو هاد أبي تساوي واحد سنتيمتر. معنديش مسطرة سمحولي مسطرة كبيرة معنديش. إذا يقولك أنشئ الصورة اللي كتكون في الوسط الشفاف يعني أفتحة بفتحة. إذا كيفاش غادي نخدمو؟ إذا كنعرفو أن الضوء ينتشر وفق خطوط مستقيمة كناخدو هاد النقطة أ من النقطة أ وكندوزو على نيشان الحافة ديال الحجاب بحال هكا. عاوتاني بي طبي كندوز على نيشان على الحافة. إذا هنا يمكن لي إذا خرجتكم بحال هكا في القوا هنا يمكن لكم حيت هنا في التمرين مكيعطيوش يعني العرض كيعطي غير طول العلبة مثلا طول العلبة هنا غناخدو مثلا 4 سنتيمتر مثلا. غادي تكبرو هادي مزيان باش بالكم الصورة فتحة بفتحة واضحة. إذا ها هي الصورة حصلنا عليها. إذا شفنا عندنا العلبة التجربة عندنا الصورة تكون مقلومة أفتحها بفتحة. إذا هذه الطريقة إنشاء الصورة أفتحها بفتحة في بالنسبة للعلبة. إذا نقولك أحسب مثلا طول الصورة إذا كتحسب طول الصورة أفتحها بفتحة تساوي كتشد المسطرة وكتعبر كتشوف. دابا نديركم على حساب هاد اللي عندي هنايا واحد تقريبا نجي هنايا مثلا 3 سنتيمتر. إذا تكتب أفتحة بفتحة تساوي أعتبرها بمسطرة 3 سنتيمتر. إذا كنت نعطيك مثلا هنا المسافة ما بين الشيء الموضوع وهذا نقول مثلا 5 سنتيمتر أو 5 سنتيمتر مثلا. إذا كاينة واحد العلاقة كنحسبو بها طول الصورة أفتحة بفتحة بلا ما نخدمو مسطرة. إذا عندنا كنكتبو أفتحة بفتحة هذا مصطلح رياضي تقسيم أبي تساوي أو أفتحة قسمة أو أ يعني كنشوفو المسافة ما بين أو وهذا الشيء يعني تعال عندنا حنا عندنا 5 سنتيمتر وهذه عندنا فيها 4 سنتيمتر. اذا كيفاش نخرجوا افتحه بفتحه؟ اذا عفوا كنديروا شوف واش كتبها الكاميرا انا بقيت بها شويه قلت لها
اذا ديرو افتحه بفتحه افتحه بفتحه تساوي اش كنديرو كنضربو هادي في هادي كنقسمو على هادي اذا ا بي كنضربوها و افتحه بهذه الطريقه هنا قسمت و ا هادي الطريقه الى ما خدمناش المسطره دان تنضربو هادي هادي يعني طول الشيء بعد الصوره يعني الحجاب قسمت بعد الشيء المضيء يعني الحجاب اذا ان شاء الله نشري مسطره نعاود نحاول نشريها في هاد اليامات ونعاود نخدم معكم شي تمرين اخر في هاد الشكل هاكا هذا تمرين تطبيق العلبة المظلمة.